جمعت أمريكا ألم يشبع حقدك من دمائنا؟ لم يختلف الوضع الميداني في بانياس كثيرا في هذه الجمعة عن باقي الجمع، فما أن تقترب الساعة من موعد صلاة الجمعة حتى تجد العناصر المنتشرة هنا وهناك، وخصوصا في ساحة السنتر. في هذا اليوم تواجد أكثر من 75 عنصر أمن وحفظ النظام، مع استنفار كافة الحواجز المحيطة بالمساجد بالتزامن مع صلاة الجمعة، وخصوصا في ساحة السنتر. وشهدت البلدة أيضا تدقيقا على حاجز جسر المرقب وحاجز ظهيرة الذي يقع تحت الجسر أيضا أثناء وقت الصلاة، بالانتقال إلى الريف المنتهب، وخصوصا في قرية البيضاء، فقد شهدت انتشارا أمنيا كثيفا، وخصوصا في الساحة الرئيسية كما أفاد ناشطون من هناك، وحول الجامع العمري أيضا تحسنا لانطلاق أي مظاهرة. ومساء اليوم تم اعتقال المدعو نزار أحمد عبد الله واقتياده إلى جهة المجهولة، وذلك بعد مداهمة منزله في قرية البيضاء. وفي الأخبار القادمة من قرية البساتين، فقد أفاد ناشطون بانتشار أمني كثيف وملحوظ في هذه الجمعة منع خروج أي مظاهرة أو حراك سلمي سوري سلمي. وهكذا كان حال باقي القرى، وفي المرقب أيضا، وفي قرية علقين، فقد كان الانتشار الأمني واضحا وجليا. ولكن لم تصلنا مقاطع فيديو من هذه القرى إلا ما نبثه إليكم حاليا، وهذه الصور تأتي من قلب بانياس، من أمام ساحة السنتر، ومن على أحد الحواجز الأمنية، وأمام فرع أمن الدولة. فرع أمن الدولة أيضا شهد انتشارا حوله وتمركزا للعناصر، تحسما لأي هجمة عليه من قبل ثوار أو من قبل جيش حر. وهذا ما نجده من خلال السيارات المركونة أمام الفرع، ومن خلال العساكر المتواجدة هناك وعناصر الأمن والشبيحة. أبو الوليد البانياسي لتجمع أحرار بانياس.